كيروش بيلعب بال 4 3 3، كلنا عارفين ان كيروش في ال 4 3 3 بتاعته بيميل ان الاثنين قلبين الدفاع بتوعه يبقى عندهم القدره على الخروج بالكوره وعلى بناء اللعب من الخلف، وهنا برز اسم احمد اسم عبد المنعم بشكل كبير جدا في الاهلي وفي منتخب مصر في فتره كارلوس كيروش. مركز الظاهرين عند كيروش ما بيهجموش فول باكس قوي، يعني ما بيبقوش هما الاثنين، دايما بيميل ان في واحد بيامن الثاني، واحد بياخد خطوتين ثلاثه لورا والتاني هو اللي بيهاجم. وكان ليها حسبه عنده في المنتخب عشان صلاح تحديدا، عشان صلاح ما كانش بيرجع، فكان الظهير الايمن هو اللي بياخد تلتين ملعب وفتوح هو اللي بيوصل لنهايه الخط، وشفناها في البطوله العربيه فتوح بياخد ضربه جزاء مثلا في مباراه لبنان، شفناها في كاس الامم الافريقيه في مباراه المغرب فتوح بيوصل لحد حدود منطقه الجزاء وبيسدد. فبالتالي هو دايما عنده الطريقه دي، ولو حطيتها على الاهلي هتلاقي ان دي تيبيكال الاهلي، ان اكرم توفيق هو اللي ممكن يلعب تلتين الملعب وعلي معلول هو اللي يروح لاخر الخط. فكده انت في نقطه او نقطتين منهم حته بناء اللعب في وسط من قلب الدفاع، لان عبد المنعم اللي تالق معاه هو نفس اللي موجود، وحته الظاهرين اللي واحد فيهم بيزيد واحد فيهم بيامن على تلتين ملعب دي برضو موجوده. طيب المشكله فين بقى عند كيروش والاهلي؟ في ثلاثي خط الوسط، لان كيروش ما بيعتمدش حد في خط الوسط رقم 6 صريح. يعني كيروش، ودي معلومة من داخل معسكر المنتخب الوطني، يعني في فترة تولي كارلوس كيروش لمهمة المدير الفني للمنتخب الوطني، المعلومة كانت بتقول ان كيروش في التلاتة بتوع خط النص ما عندوش 6 و8. كان عنده جملة شهيرة جدا جدا بيقولها للاعيبته، وهو ان في سياق الهجمة انا بلعب برقم 6 و2 10، 2 رقم 10، والهجمه مش والهجمه عليا انا بلعب بتلاتة رقم 6. فبالتالي لو الكره هنا اهو، والراجل ده رقم 6 هو اللي راح عشان يدستروي الكره او يجيبها من بدايتها، الخطه اوريدي بتتقلب ان الراجل رقم 8 ده لازم يبقى بيجيد اللعب رقم 6، لازم يبقى بيجيد اللعب رقم 6 على الدايره عشان حصل الشيفت اللي حصل ده. طيب لو حصلت والهجمه لفت الناحيه دي والراجل ده هو اللي جري عليها اللي هو كان 8 بقى 6، هوب فجأة راح يجيب من قدام، فالراجل ده اللي كان 8 شمال هو اللي هيرجع ويأمن الناحية بتاعة قلب وسط الملعب على الدائرة، فبقى هو كمان رقم 6. يعني التلاتة بتوع خط النص بتوع كيروش لو ده 6 ودول 8، التلاتة بيلفوا كل واحد فيهم يعرف يلعب رقم 6، وكل واحد فيهم يعرف يلعب رقم 8، وكل واحد فيهم يعرف يلعب رقم 10. ويمكن ده يجاوب على سؤال كان ساعتها، ليه أفشة ما كانش موجود؟ وليه خط وسط منتخب مصر لم يكن بالإبداع الكافي مع كارلوس كيروش؟ لأنه لما كان بيطلب من النني أو عمرو السولية في لحظة ما إن هم يبقوا رقم 10، الموضوع كان بيبقى صعب شوية لأن هي مش إمكاناته. طب في الأهلي؟ لا في الأهلي ممكن، لأن أنت لو لعبت مثلا بخط وسط في حمدي فتحي وديانج والسولية أنت تقدر تلعبها بشكل ما. يعني حمدي فتحي هو رقم 6 الدائم، بس لو حازق، لان لو الدنيا حكمت ان حمدي يروح ديانج يعرف يلعب رقم 6 وحمدي يروح، حمدي بيبنتريت بشكل كويس. طب السولية هو اساسا رقم 8، فبالتالي يقدر ان هو يلعبها، ولو الكره راحت لديانج انه يبقى رقم 8 هيروح، والسولية هيبقى رقم 6. طب حتى في الناس اللي بره، واحد من اكبر اللعيبه ان لو استمر مع الاهلي وكيروش مسك هينفجر ويتألق هو محمد محمود، لأن محمد محمود خلق لكي يكون رقم 8. سواريز شوية موظفوش في الحتة دي ولعبوا جناح ولعبوا 10 وحاجات كده، وجهة نظر الراجل طبعا، ولكن محمد محمود هو رقم 8 تيبيكال زي ما بيقول الكتاب، يعني زي ما بيقول الكتاب محمد محمود رقم 8. ويقدر بقى في الروتيت اللي بيحصل في قلب الملعب ده ان فجأة ممكن محمد محمود تلاقيه رجع وقف رقم 6 في متطلبات هجمة، يعني موقف لعب، مش في 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 طريقه لعب دائمه يعني. فبالتالي كيروش عنده النقطه دي بشكل كويس جدا في النادي الاهلي، ويقدر مع التدعيمات اللي الاهلي لو دعم طبعا لاعبين بشكل كبير جدا هيبقى عنده الثلاثي بتوع خط الوسط، ولكن هنا هيبقى في مشكله في مستقبل محمد مجدي قفشه، اللي هيبقى حلها عند قفشه نفسه انه يطوع نفسه في رقم 8 بطريقه كيروش، اللي هو انت فجأة ممكن تنزل لي على الدايرة هنا اهو، حتى انا مسميه رقم 8، حطيت رقم 8، فجأة تبقى على 8
على الدائره تقوم لي بدور رقم 6. ودي كانت الازمه اللي كانت ما بين كيروش ومجدي قفشه في المنتخب الوطني.